فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز العمل في المحاماة وإذا كان فيها دفاعا عن الباطل هل تكون جائزة؟ كان فيه دفاع عن الباطل لا تجوز. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، إلى قوله تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. فلا يجوز للمسلم أن يدافع عن كافر وأن يحامي عنه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.